بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى. قال: قلت يا رسول الله، أهي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قوله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه، فقيل له: بلى. قال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من تراكبت عليه الديون وأصبح لا يستطيع سدادها، تذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الفقير، يا من يطلب لقمة العيش ويبحث عن الوظيفة فلا يجد، هل لا تذكرت دعاء نبي الله يونس؟ وأنت أيها المظلوم، يا من ظلمت في مالك أو ظلمت في عرضك، ظلمت في أقوالك أو أفعالك، وربما سجنت وأسرت، هل تذكرت يوم سجن نبي الله يونس ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك؟ نداء ورسالة إليك أنت، يا من حرمت الذرية وأردت الذرية الصالحة، هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت؟ وأنت أيها الطالب المتخوف في دراسته من عدم النجاح أو عدم التفوق، هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت؟